وصفة سحرية للتخلص من الهالات السوداء. مش بس كده، كمان لو عندك خطوط تعبيرية حول العين هتخلصي منها وللأبد، وفي 10 أيام بالظبط أو 15 يوم هتخلصي منها تماما، واستحالة بالطريقة دي ترجع لك مرة تانية. أول نصلي على النبي ونذكر الله في التعليقات، وطبعا ما تنسيش اللايك للفيديو، وكمان شير لأي حد عنده نفس المشكلة، الدل على الخير كفاعله. ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. أول حاجة يا ست الكل، هنحتاج معلقة صغيرة من الخميرة البلدي، بضيف عليها معلقة من ماء الزعتر. وركزي جدا في المكونات، لأن الوصفة دي هتخلصك من الهالات السوداء. مع خطوة بسيطة هنعملها هتتخلصي منها تماما، واستحالة ترجعلك مرة تانية. بعد كده يا ست الكل، بركن الخميرة مع ماء الزعتر على جنب، وبجيب قطعة من جل الصبار البلدي. أيوه، جل الصبار البلدي. لو مش عندك تقدري تستخدمي المصنع عادي، مفيش مشكلة، بس أكيد البلدي هيكون أفضل. بعد كده هفتحها بالشكل ده وهخرج الجل اللي جواها بالشكل ده. دي اسهل طريقة تقدري تخرجي بيها الجل بالشكل ده. بعد كده يا ست الكل، هنحتاج معلقتين بالظبط من جل الصبار، وجل الصبار ده مانع للأكسدة، بيفتح جدا، بيشد جدا، وبيداريلك الخطوط التعبيرية، من الحاجات الروعة جدا للبشرة والهالات السوداء تحت العين. احنا هنا في الوصفة دي بنستخدمه للهالات السوداء تحت العين، وطبعا عملنا قبل كده ماسك الخميرة وكان روعة وقلب الدنيا، وكمان عملنا كريم لبان الذكر الروعة اللي بيفرق جدا في بشرتنا. ولو عايزة اي وصفة من الوصفات دي اكتبيلي في التعليقات، وهحط لك اللينك في اول تعليق. بعد كده يا ست الكل، جبت ماء الزعتر على الخميره، وبعد كده ضفت عليه جل الالوفيرا او الصبار، وبخلطهم كويس جدا مع بعض بالشكل ده. والوصفه دي روعه للهالات السوداء. بعد كده يا ست الكل، بضيف معلقه من دقيق الرز. دقيق الرز ده جميل جدا، بيفتح جدا تحت العين، وكمان لو عندك فحر تحت العين بيخفيها لك تماما. الكلام ده كله في اسبوع 15 يوم، بتخلصي من الهالات السوداء تماما. بعد كده بخلطهم كويس جدا، والخطوه دي مهمه جدا. وبعد كده بدهن بيهم تحت العين من مرتين لثلاث مرات يوميا، وبتتركيها لمده ساعه كامله، وبعد كده بتشطفي بميه دافيه وترطبي باي مرطب عندك. لو ما عندكيش اي مرطب، استخدمي كريم لبان الذكر اللي عملناه قبل كده كمرطب حول العين، تحفه جدا، هيشدلك المنطقه دي جدا، هيداريلك الخطوط التعبيريه، وكمان بيفتح جدا، مش عايزه اقولك ملوش حل. لو ما عندكيش كل ده، مسحه واحده من زيت الزيتون قبل النوم او من عسل النحل، برده هيخفيلك كل الكلام ده. بس اهم حاجه نلتزم بالوصفه ونستخدمها بشكل يومي لحد ما تختفي تماما الهالات السوداء. ولو لك اي طلب اي استفسار سيبهولي تحت الفيديو وهرد عليه. ما تنسيش تم في التعليقات ولايك للفيديو وشير مع الاصدقاء، وشكرا ليكم.